الطقس العارض في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي نقدمها كل يوم سبت، نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال أيام الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث يسود طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق. تنتشر بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة، بينما تهب رياح غربية نشطة السرعة خلال ساعات الظهيرة والعصر. بالنسبة ليوم الاثنين، لا تغيير على الحالة الجوية، درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي في كل المناطق، يكون طقس حار بشكل لافت في المنطقة الشرقية، تحديدا منطقة رويشد حيث تسجل 41 درجة مئوية، مع استمرار لهبوب الرياح الغربية المثيرة للأتربة والغبار. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الثلاثاء، أيضا لا تغيير على الحالة الجوية، درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتستمر الرياح الغربية بالهبوب خلال ساعات الظهيرة والعصر، تعمل على إثارة الأتربة والغبار في المنطقة الشرقية وأيضا في المنطقة الجنوبية. يوم الأربعاء أيضا تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق. أيضا تستمر الرياح الغربية النشطة لكن تضعف قليلا يوم الأربعاء، وبالتالي تتراجع فرص الأتربة المثارة في المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الجنوبية. بالنسبة ليوم الخميس، تفرق لبعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة وأيضا في المرتفعات الوسطى منها العاصمة عمان خلال ساعات الصباح الباكر. درجات حرارة تستمر حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، يكون حار نسبيا خلال فترة النهار، حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة، لكن يصبح معتدل إلى لطيف خلال ساعات الليل. بالنسبة ليوم الجمعة أيضا لا تغيير على درجات الحرارة، أو يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وبالتالي تصبح أقل أو عفوا أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. يوم الجمعة تسجل العاصمة عمان أو عموم المنطقة الوسطى 34 درجة مئوية، نفس الحرارة في المنطقة الشمالية، لكن يكون طقس حار بشكل لافت في منطقة العقبة. العقبة تسجل حوالي 39 درجة مئوية، نفس الحرارة تسجلها منطقة أرويشد وعموم المنطقة الشرقية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرة القادمة أو النشرة الأسبوعية القادمة السبت المقبل بحول الله. إلى اللقاء.